أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية أن المساعي التي يتبناها نظام الدوحة بهدف تدويل الحرمين الشريفين دليل على سقوط مؤامرات النظام القطري لضرب استقرار المنطقة. وأشار معاليه في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أنه كلما فشلت لنظام الدوحة خطة وسقطت لهم مؤامرة عادوا إلى حكاية تدويل الحرمين. وأكد معاليه أن حديث نظام الدوحة وأذرعه الإعلامية عن تدويل الحرمين الشريفين لا يفتح لهم بابا للنقاش، بل يكشف النوايا السيئة والإفلاس السياسي والسقوط الأخلاقي الذي يعيشه النظام يوما بعد يوم. وشدد معاليه على أنه ما من مركز ديني لأي دين سماوي أو غيره يحج إليه الناس في العالم إلا وتتولى مسؤوليته دولة ذات سيادة. ولنا في المملكة العربية السعودية خير مثال للأمانة والبذل والالتزام والرعاية والحماية.